وهنا القاهرة، الناس، الشوارع، البيوت، أم كلثوم والزحمة، الحواري والنيل والدهشة، قهاوي، سينمات، يوفط، ضحك، بايعين جرايد ودكاكين، عتبات وإشارات، حكايات على كل رصيف وفي كل شباك. ووسط كل الحاجات تفضل أسواق القاهرة القديمة مدخل سحري لزمن تاني، لجواب ما وصلش لصاحبه قول من 100 سنة، للوحة بريشة فنان مجهول فيها سر كبير، سجادة قديمة داس عليها 1000 حد في ليالي الفرح، ورق بيحكي ماضي ويحكي عن ناس، والكل ورق حكاية. عايز ترجع بالزمن؟ ممكن. ورقة في جواب، ورقة في مظروف، في طابع، في مجلة، في كتاب. زي ما انتم شايفين انا قدام زمن بيحكي الورق اللي جواه، يمكن 100 سنة، يمكن اكتر، يمكن اقل، لكن في الاخر احنا قدام ناس وعالم وذكريات وماضي واحداث. كل ورقة هنا بتحكي حكاية، بتحكي قصة. الحقيقة مش عارف أبدأ منين ولا أروح فين ولا أجي منين. الورق كتير، بس عالم الورق ده أجمل حاجة. إزيك حسين؟ أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة الجميلة. أنا محتار والله أبدأ منين وأروح فين وأجي منين. ورق كتير وجميل، عايز أدخل جوه كل ورقة هنا من الحاجات اللي في المكتبة دي. أيام ممكن طبعا. بس ده عايز عمر على عمر يعني. قول لي بقى، إحنا هنا ده بيتك. واحنا النهارده في ضيافتك في المكنه الحلوه دي هنتكلم عنها كمان شويه. بدات امتى قصتك مع انك انت تجمع اول ورقه؟ فاكر اول ورقه جمعتها؟ امتى بقى؟ لا هو بص، هو الاهتمام ده بيبقى اعتقد حاجه من الطفوله. من الطفوله؟ طبعا. يعني الـ انا اصلا من محله. فكان عندنا مكتبه اسمها مكتبه طلعت قنديل، اعتقد ان هي ما زالت موجوده. وهو كان الراجل ده متخصص في الحاجة، طلعت انا حضرته يعني، كان متخصص في الكتب القديمه. فانا كنت اروح هناك، فكان في كتب دايما اللي هي بتاعت ال 25 قرش ونص جنيه والحاجات دي، اللي هي معروضه بره، اللي هم كل الكتب شبه بعض. طبعا انت بتبدا بالكتب دي، بعدين بعد شويه بقى عندك فضول بقى انك تدخل جوه المكتبه، فتعرف ايه الكتب اللي جوه الغاليه اللي هم مش عايز يوريها لحد، ده هو مخبيها جوه. طيب انا ابدا منين؟ بص انا هبدا بالمكنه القديمه دي قبل ما ابدا بالورق. المكنه القديمه دي انت جبتها منين؟ من كرموز. من كرموز في اسكندريه. سوق هناك الحاجات القديمه، سوق يعني مش سوق قوي. هو مصدر، سورس من المصادر. اللي بيتجمع فيها حاجات قديمه، خارج بيوت، خارج البيوت. وخارج البيوت غير التاجر الهدد، ده حاجه. خارج البيوت طبعًا. ده بيبقى ممكن المكتبات او الكتب او العفش. لكن الهدد الحاجات اللي جوه البيت، الجزء من البيت يعني، زي الشباك، زي البلاط، ده الهدد. مش كده؟ عشان نفرق بس الحكايه. فلقيت الكنز ده. لقيتها. ده كنز الحقيقه، مكتوب عليها ايه؟ آلة الكتابة مصر. ماكينة الكتابة مصر. دي عمرها قد ايه؟ دي حوالي 100 سنة. 100 سنة. يا ترى بقى اتكتب عليها ايه ولا ايه ولا ايه ولا دي كتب. دي انت ما خدتش بالك من في حاجة. في مصلحة هل. ايه؟ دي معمولة فين؟ دي فين؟ ميد ان ايه؟ يو اس ايه؟ سميث بريمير.
يعني اللي هم الامريكان عملوا الحروف العربي وعملوا مكنه عشان يبيعوها هنا. هي دي كده حروف عربي هم عاملينها ولا دي هم ايوه طبعا. ملزوقة هناك لا لا عليها دي حروف عربي هم عاملينها، هي جايه كده من امريكا. بص، صوت المكنة، صوت المكنة ده حاجة عظيمة جدا. كتبت على المكنة دي ولا ما كتبتش لا عليها؟ انا جايبها الحقيقه لازم لان انا لازم دي كنت تجرب. بشوفها دايما الاعلان بتاعها في مجلات المصور بتاع العشرينات، وما كنتش عايز اشتري واحده جديده، كنت عايز دي. طبعا طبعا. فلما شفتها يعني ورا المكنة هنا ادي مجلة المصور العشرينات. المجلد ده سنة كام احنا سنة تسعة بنتكلم؟ وعشرين سنة ادي 30 اغسطس 1929. مجلدات، المجلات دي بص بتوديك لعالم، بتشوف عالم. يعني من اكتر الحاجات يمكن انا بحسها بتوديك الزمن اللي انت عايزه بالزمن، بتسقطك في هذا الزمن، لانك بتشوف اعلانات، بتشوف ناس عدوا انت تعرف اساميهم لكن ما تعرفش الاحداث اللي هم عملوها او مروا بيها، بتشوف المجتمع نفسه كان عايش ازاي، الاسعار اكيد. ايه اكتر حاجة بقى لفتت نظرك هنا في المجلد بتاع المصور؟ صورة لتوماس اولا سيرويت. الاعلانات طبعا رهيبة جدا. كان اكتر حاجة في العدد ده وانا بقلب فيه دلوقتي، كان في صورة لتوماس راسل اللي هو كان حاكم دار القاهرة، وهم بيجربوا ازاي يحطوا حديد عشان لما العربيات يعني تخالف القواعد بتاعت السير العجل بتاعها يفلقع. ومصر تود مليكها، ده سنة، ده كان الملك كان الملك فؤاد مسافر فؤاد، اوروبا. كان مسافر أوروبا. وهنا كرايسلر، عربيات ده كرايسلر. عربية شوف كرايسلر. الإعلان، الإعلان، إعلان جميل. عربية وفيل ومش عارف، مفيش صورة العربية نفسها مش موجودة. لأنه إعلان بيخاطب العقل يعني. في مقال هنا عن السينما في مصر سنة 29، عبد وطبعا الوارث عصر، عبد الوارث أفندي عصر ممثل دور، وهنا حنة أفندي وهبة، ما أنا يعني ما وصلناش حنة أفندي وهبة، وهنا السينما في مصر. طيب عندك من المجلدات دي إيه؟ عندك المصور، عندك الكشكول، كشكول وعندي قبل كل شيء التصوير والدنيا، كنت وعندي مجلة كل بص شيء بص والعالم الكشكول. والكواكب. أنا يعني انا راجل بعشق المجلات. كشكول ده سنة 1924. 1924 6 يونيو، 10 مليمات، 10 مليم. اولا الطباعة يعني حاجة تحس ان ايه، بصوا كده الطباعة ده كان بتطبع على حاجات بدائية جدا يعني. بصوا الفن الكاريكاتير وقتها كان عامل ازاي. الفترة دي كان الكاريكاتير كان جزء من الصحافة أساسي جدا طبعا. وكان مهم جدا، وكان له صناع يمكن على رأسهم صاروخان، وكان يعني في حالة ثراء في الصورة وفي الأفكار اللي موجودة في المجلات. عندك ايه تاني بقى من المطبوعات القديمة؟ مش عايز لا اقفله والله، مش لا عايز اقفل كتير. انا هو يعني المصور. بص مثلا تركوان. اقول لك على حاجه لسه، ده كتاب ما اعتقدش ان هو اعيد طبعه سنه، اسمه انشاء الرسائل، يشتمل على اهم الرسائل من وديه وغراميه وتجاريه، ورسائل اللوم والاعتذار والنصيحه والتهنئه والتعزيه وغيرها، وهو مزين بالخطب وماسك الدفاتر. وماسك الدفاتر، اللي هي ايه ماسك الدفاتر دي؟ ماسك الدفاتر اللي هو بتاع البشكات اللي هو بيمسك الدفتر وبيكتب فيه داخل وارد وصادر والكلام ده طب كله. عايزين نتعلم رسالة، رسالة ودية مثلا. شوف رسالة. طبعا بصوا الكتاب عامل ازاي. هنا فكرة الكتاب ده انك انت تشتريه، فتبقى مثلا هنا قال لك صورة رسالة من تلميذ إلى والده، يعني نموذج تقدر انك انت بدل ما تقعد تفكر تجيب النموذج ده وتكتب زيه على طول. دي اللي هو ماسك الدفاتر، الدفتر اللي بيتكتب فيه كل حاجة. ده سنة 1919 يعني أيام ثورة 19، ده ده 1917. طيب إيه بقى ده كان ماسك دفتر إيه؟ بتاع دايرة، بتاع واحد من الأثرياء بيكتب كل حاجة، بيكتب الدوائر كده زي بتاعت نجيب الريحاني في الفيلم. بيكتب كل حاجة خاصة بالدايرة بمصاريفها. لا كاتب بدقة، كاتب بدقة حاجات جميلة. طيب دي الدفاتر بقى اللي هم دي بيقولوا عليها. الدفاتر، ماسك الدفاتر.
ماسك الدفاتر، قال لك الشيء لزوم ايه؟ لزوم الشيء. لزوم الشيء. رسائل ما وصلتش لاصحابها، مش كده؟ ما وصلتش لاصحابها. مثلا الجواب ده تفتكر وصل لنوال ولا ما وصلش لنوال؟ بص يا سيدي، ده وصل لنوال. ده وصل فعلا. امال جالك ازاي؟ ده بيبقى العيلة نفسها العيله نفسها بقى، باعوا المكتبة. عروستي نوال، اكتب لك صباح الاثنين 13 ابريل من مكتبي بانقره وسط الاوراق والبرقيات والصحف والدعوات، وكل سنه وانت طيبه يا زميلتي وصديقتي يا حبيبتي يا عروستي. هو بقى لهم 13 سنه متجوزين، فده عيد جوازهم، فهو بعت لها جواب بمناسبه عيد جوازهم بيقول لها يعني ان هم لسه في شهر العسل، ان هو ده احساسه بيها يعني بعلاقتهم يعني. ذهب الناس وفضل الجواب بإحساسه. دي اعتقد مجموعه جوابات كانت مراسلات متبادله ما بين مصر والقدس في الاربعينات او الثلاثينات. السيدة الفاضلة فلانة 14 شارع سراي الأزبكية، سيلفي حجار. سيلفي حجار. حجار. بص عليكم حاجه كده عشان تعرفوا، بس احنا عندنا جوابات هنوصلها لاصحابها. انت عارف ان في حلقه قبل كده احنا ذكرنا جوابين واصحابهم ظهروا، ويعني كانوا سعداء جدا ان هم جواب ما وصلش. يعني احدهم انا فاكر كويس قوي ان هو اما سمع الحلقه فسمع ان الجواب ده كان من والده اللي مسافر لوالدته، والده كان توفى والدته كانت لسه عايشه، فحب جدا ان هم ان هو يوريها الجواب اللي هي ايه ما وصلهاش ده. ده لطيف جدا يعني. لويس دوش ده كان من الاثرياء وكان عنده شركه تقسيم اراضي وخلافه، وكان واضح ان هو في شراكه ما بينه وما بين شارل عدس اللي هو كان صاحب محلات عدس. محلات عدس فهم دي الوقت بتاع عمر غاندي وشوكرال نفس الوقت يعني. صفوا الشراكه دي. يعني مكتوب هنا يوجد للآن لحساب الشركة في الهند 1200 توب دوبلان أبو فيلين عرض 29 بوصة و40 ياردة، كانت اشترتها الشركة من شركة سنترال تريدينج في بومباي، ووكلت شركة توماس كوك ووالده ليميتد بمصر بسحبها من شركة سنترال تريدينج ونقلها لمصر. ما وصلتش دي. ده سنة 44. بيفضل سؤالي انت لما بتشتري الحاجات دي، يعني ده فايزة احمد ولا فايزة حق أحمد. صح كده؟ السيدة فايزة احمد، استلمت من الاستاذ رمسيس نجيب مبلغ وقدره 50 جنيها مصريا عن تسجيل اغنية اسمر يا اسمراني، وصل امانة، وصل بيسموه ايه، وصل امانة اللي إيصال هو استلام. ايصال استلام. إيصال استلام عادية. صار استلام. أسمر يا سمراني بصوتي، وذلك صرت خالية من كافة الحقوق من قبل الأستاذ رمسيس نجيب، مخالصة يعني. خلاص ده خلصت، خدت فلوسها 50 جنيه. لما بتشتري النهاردة، أي حد هيسأل الحاجات دي أنت بالنسبة لك هتكون مصيرها إيه؟ يعني أنت بتشتري، بتأرشف الحاجات، بتعيد ترتيبها، بتعيد بيعها؟ لا، انا الحاجات ما يعني ده اهتمامي الشخصي وهوايه، هوايتك. وهي وسيله ان انا اعرف زي ما يعني الروح بتاع الفتره دي، الروح بتاعت مصر. يعني انا عايز اقول لك ان الحاجات دي قربتني جدا من المجتمع، من الناس، من البلد نفسها، من احساسي بالشوارع، بتاريخ المكان. حسستك بزمن انت ما عشتوش، بس ممكن يبقى يعني بتوديك للزمن ده وما تعرفش ترجع. ما انا فعلا يعني يعني تروح ما ما تعرفش برجعش. ترجع طبعا، لانه كل ما
هتفتح كتاب مجلة ظرف فيه جواب، انت رايح في الزمن ده، والزمن ده بعيد يعني، مش قريب، بتتكلم في 100 سنة و120 سنة 80 سنة، فأزمنة بعيدة يعني. انت عارف طبعا ان الستات لعبوا دور مهم جدا في ثورة 1919، طبعا وانه مدرسة الثانية الثانوية طلعت الطالبات بتوعها، طلعوا تظاهروا، وانه وقتها تم الاعتداء على النساء ومات شهيدات في ثورة 19. انا عندي اعتقاد شخصي اول ما شفت الصورة دي ان الست دي ممكن تبقى من الشهداء دول، لانه الصورة حلوة، بس كمان المصور حط فيها احساسه وهو بيلونها، وفي كده الخلفيه معموله بشكل باللون الرمادي ده، الحبره بتاعتها معموله حلو، طبعا تلوين وشها هو رائع. واضح انه انت شغلك الاساسي كمخرج وسيناريست بيخلي دايما اي حاجه بتمسكها انت بتحاول تعمل لها التاريخ بتاعها. وتفضل هوايه اقتناس جزء من ايامنا الحلوه، جواب، صوره، برواز، كرسي، عشق السفر في زمن لم يعد معنا، والكل عاشق في الرحلة له سر. عظيم. والجره دي ايه؟ الجره دي زلعه. انا جره ولا زلعه؟ زلعه. اطلع بقى نشوف ايه السجاده اللي ده. سجاده ايه دي؟ سجاده قشقاي. قشقاي. وانا شفتها عند واحد من الرفيين بتوع السجاد، دي مترممه. كانت يعني متبهدله ومتقطعه وحالتها سيئه جدا، بس طبعا لان القشقاي قبيله اندثرت بشكل من الاشكال. سلم الجميل. طيب المكتبه هنا فيها طوابع وفيها ايه تاني؟ طب تعالى كده نشوف بص الطوابع اقول ايه؟ لك باختصار شديد انا مصنفها ازاي. اولا الجزء ده كله سجاد. سجاد. يعني انا دي مجله هالي، دي مجله كانت بتطلع في لندن، متخصصه في السجاد والتكستايلز، وانت بتحب السجاد فانت طبعا فانا ايه؟ طبعا يعني المكتبه دي كانت شيلها من سوق الجمعه، فطبعا كان هم بيشيلوا المقابض، ما اعرفش ليه ايه موضوع حبهم في انهم يشيلوا المقابض دي، بس كتير جدا المقابض القديمه بيبقى فيها يبيعوها بقى لوحدها ولا لا، ده بتبقى ساعات احجار كريمه. طبعا. وبتبقى المقابض يعني ومستكه وحاجات زي كده، الحاجات دي بتتباع بالجرام، فهو بالنسبه له ممكن يبقى المقابض دي اغلى من المكتبه. فدي ال... ده ده دي دي مجله مجموعة هالي، دي مجله هالي بتاعت على التكستايلز، ودي طبعا كتب كلها عن السجاد. وهنا هنا هنا شايف مجموعة قديمة جدا. باينة. هنا دي مكتبة انا اشتريتها على بعضها يعني من سوق الجمعة. انت الشراء عندك ممكن تنزل تشتري من سوق الجمعة او من اي سوق بتنزله، ممكن تنزل ترجع من غير حاجة او بحاجة صغيرة جدا او بمكتبة كاملة. ودلوقتي في بقى ناس بيكلموك يقول لك تعالى احنا عندنا حاجة مثلا في ايا كان فين في مصر، تروح تشتريها طبعا. تقيمها. لا ما بقيمش، انا ماليش دعوه بالتقييم ده خالص، مال. بس انا نفسي مبقاش عارف يعني، انا نفسي انت ونصيبك. انا نفسي مبقاش عارف الحاجه دي اللي انا دفعت فيها 500 جنيه او 1000 جنيه تستاهل ولا ما تستاهلش. اغلى من سعرها او لا اقل؟ التجار عندهم حاجه اسمها الحاجات الملكي، الحاجات الملكي اللي هي واخده اختام ملكي، مش عارف ايه كده، دي بتبقى اسعارها غاليه جدا. يعني مثلا لو صوره الملك فؤاد عليها الختم. الجرافير وعليها الختم الاصلي الملكي، ان دي يعني
صوره اصليه بتبقى ب 3 و 4000 جنيه، فاهم قصدي؟ فانا بالنسبه لي ليه 3 4000 جنيه في صوره طيب، يعني؟ يعني في العالم ده اه اكيد في حاجات يعني بتبقى زي ما بنقول ايه، كنز انت اه مش متخيل ان هو ممكن تلاقيه في صندوق مغلق، اه بتشتريه بتلاقي حاجه مش متوقعه. ده بتحصل معاك ولا عاده التجار او البياعين بيبقوا اشطر منك؟ لا هو طبعا بص، احتمالية انك انت تلاقي طب حاجة بالمعنى ده، بمعنى ان هي كنز، دي صعبة جدا. مفيش لا ولا صدفة. لا لا لا، في طبعا في، بس هي بيقولوا عليها الغلطات، غلطة البياع. غلطة التاجر، ان التاجر اصلا بيفرز كل حاجة عنده، بيعرف قيمتها ايه قبل ما يبيعها. يعني هو خلاص جاب اشترى حاجة مثلا، دفع 50,000، دفع 60,000، اشترى بيت، اشترى الحاجة اللي جوه الحاجة بيته. اللي جوه البيت، خارج البيت ده. اه، فهو لازم يعرف هيلم فلوسه دي ازاي، فهي لازم يقعد يقسم الحاجات دي كلها. آه، وفاهم بقى دي هو بكذا كل طبعا، حاجة. اه ما هو دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، عشان في الاخر يعرف هيلم فلوسه ازاي. فممكن في وسط الحاجات دي كلها في حاجة تسهو عليه. تعال ننزل تحت بقى نشوف الدنيا فيها ايه تحت. طيب عندك ماشي. حاجة عايز توريها لي هنا قبل ما ننزل؟ آه، دي شجرة عيلة. شجرة عيلة لقيتها بالصدفة. اه، بس عايزة عائلة الدكتور محمد مصطفى، تصميم الحاج حسن الحكيم المهجري. تلاقيت ايه؟ جيهان رؤوف، حرم أنور السادات. شجرة العيلة بتاعتها كلها. جميل، يلا ننزل تحت، ننزل تحت. يلا بينا. وكل المفاجآت الحلوة بتبدأ بشروة في صندوق مقفول من سوق التلات، صندوق شايل قصص ناس كانوا هنا، عاشوا هنا. بس يا سيدي، نزلنا من فوق بقى، سيبنا الجوابات اللي ما وصلتش لاصحابها، وسيبنا المجلدات اللي انا طمعان فيها بصراحه، المجلدات بتاعت المصور ودار الهلال وكل عندك ايه. احنا سايبين فوق وكشكول كشكول وكل شيء ومصور. والدنيا وكل شيء عندك حاجه تانية والعالم مجلدات فوق ما شفتهاش مخبيه عليا اه ولا ايه؟ طبعا في كتير. طبعا. ايه الاسواق اللي بتروحها؟ تروح سوق الجمعه هنا في مصر في أو في ايه؟ القاهره بروح سوق الجمعه، وفي اسكندريه بروح سوق اللبان، هنا سوق الجمعه بس ولا في اسواق لا تانية؟ في اسواق تانية طبعا. سوق التلات ده فين؟ انا ما اعرفش، انا سمعت عنه بس انا ما اعرفش سوق سوق التلات ده التلاته. معروف بس مش عارفين فين. في سوق في امبابه، وفي سوق في المنيب، في اسواق في كل حته طبعا. في سوق في اكتوبر، سمعت ان في سوق في كل ده اكتوبر. بيبقى خارج البيت ولا كل سوق له حاجة مشهور بحاجة؟ لا كله بيبقى خارج بيوت، ما عدا طبعا في عندك عزبة بلال المشهورة بالأخشاب والحاجات، الأبواب والحاجات دي. القديمة مفكوك. الشرابية فيها كذا سوق برضو، عزبة أبو حشيش فيها سوق. يعني المناطق دي كلها فيها أسواق كتير. الاسواق دي ليها تاريخ يا حسام، يعني ليها تاريخ من 300 سنه 400 سنه، هي تاسست الاسواق دي وفضلت في مكانها واتطورت اكيد اكيد. يعني انت مثلا العطارين، طبعا. العطارين في اسكندريه كان، ما اعرفش انت تعرف الحكايه دي ولا لا، بس طبعا لا في اعرف اسكندريه طبعا اكيد. العطارين كان، يعني كان يقول لك الناس في العطارين يقول لك ما كانش يدخلوا ابن عرب، كان يا جريج يا يعني طلاينة. كانوا عايشين في الاجانب، وكان حي اجانب وكده. فطبعا السوق بتاع العطارين ده نشأ تاريخيا بعد ثوره 52، وبعد هجره الاجانب، وبعد انه الشقق بدات تفضى، فبدا ينزل عفش، فبدا يتباع، فبدا يبقى له زبون، فبدا يبقى فيه محلات. سوق العطارين ده معروف في كل مكان في العالم، اي حد يعني بيحب الانتيكات القديمه سوق العطارين. وكانوا الناس ينزلوا لغايه، افتكر من 10 15 سنه فاتوا، ينزلوا شارع الليسي يشتروا عفش طلياني ويوناني، الحاجات دي كانت موجوده في وكسره زخم، يعني. زخم كبير. طيب انا بقى عايز اعرف سر اختيارك للوحات وانت في سوق الجمعه. اللوحات دي بتلاقيها في حته معينه لا، اللوحات دي بيبقى عند، في العموم؟ في العموم بتلاقيها عند التجار عموما، يعني اي تاجر بتلاقي عنده مجموعات لوحات دايما، طيب براويز بيسموها. انت بتشتري البرواز ولا اللوحه؟ يعني انت اهم حاجه عندك اللوحه ولا البرواز؟ لا انا اهم حاجه عندي اللوحه. زي مثلا اهي اللوحه اللي ورانا دي مش اقل من 120 سنه متهيألي،
دي مستشرق ما فيها الريحة دي يعني. اه دي انا اعتقادي الشخصي ان هي مستشرق فرنساوي اسمه يوجين فرومونتان، وده من شغله يعني. انا بتعرف انت، ها من مطابقة شغله بتعرف يعني، بعد ما تشتري؟ ممكن وانا بشتري وممكن بعد ما اشتري يعني. دي تبدأ تشوف، تبحث عن يعني أصل اللوحة دي يعني. بص، هو باختصار شديد ده اكيد راجل فنان يعني، ده اول حاجة. وثانيا العمر بتاع اللوحة باين يعني، لو وريتك الظهر بتاعها اللوحة عمرها قد إيه؟ وتشوف الظهر بتاعها دي، ها؟ تعرف من الظهر نفسه يعني؟ طبعا انا لازم اي حاجه على فكره عايز تعرفها لازم تعرفها من خد ظهرها. وريني أنت إيه الموضوع؟ لا يعني ده تيبيكال القرن 19 يعني، الشكل ده في ماشي، ختم هنا، وفي ختم اهو. الختم ده بيقول أي حاجة؟ أنا مش شايف لا أوي. انا ما عرفتش لسه افسر الختم ده، بس ده تيبيكال القرن 19 فاهم. وهي حتى لسه شايف يعني، تلاقي حتى العنكبوت بتاعها سايبه انت. يعني مش ما فضلتش انضفها الحقيقه. ده مصطجي غالبا بالعجله بتاعته، كانت عجبتني لهذا السبب يعني. المجموعه دي انا شاكك ان هم يعني، مش هقول اسم فنان لان انا مش عايز اقول انا شاكك في مين، بس دي السد العالي، يعني ايه دي عمال شاكك في السد ان هو العالي. كان ممتلكاته يعني لا قصدك؟ لا لا، ان هم شغل فنان معين يعني، ده عمال السد العالي يعني. طبعا انت بتقارن في الخمسينات بقى. بتقارن الاعمال ده الحسين فوزي اللي هو كان اول استاذ لقسم جرافيك في فنون جميله، وراسم طبعا مصر وقت الجمهوريه العربيه المتحده يعني. ده عمل الفنان ابراهيم الدسوقي اللي هو يعني واحد معروف. من الفنانين طبعا اللي انا بحب شغلهم جدا، طبعا. ده هو طالب. اللوحة دي بقى انت لقيتها فين يعني؟ هو طالب، هو ما تكونش يعني مش ممتلكاته بقى. لا يعني كانت عند حد، الحد ده باعها. ناس كتير ساعات ما بيعرفوش قيمة الأشياء اللي عندهم، خاصة يمكن لما بيبقى الورثة أو حاجة. انت بتفكر في ايه؟ تعال نساعد بعض كده، بتفكر في ايه؟ يعني كم الجوابات اللي عندك الموجودة ده ثروة مهمة جدا، وتأريخ لفترة مهمة، فترات مهمة جدا في حياتنا. المجلدات القديمة بتاعت المجلات، الكتب القديمة، اللوحات، اعتقد ان كل ده لازم يعني ما يبقاش امتلاك شخصي ليك، لازم الاخرين يستفيدوا منه. لا هو الحقيقة هو ممكن يبقى امتلاك شخصي ليا عادي، لأن هو بانبساط يعني. للانبساط، لأن هو أنا عايز أقول لك إنه أنا بجمع حاجات هامشية، لكن في ناس كولكتورز في مصر تقال جدا يعني. يجمعوا حاجات بقى إحنا من مصر، الانتيكات تحديدا مصر طول يمكن. عمرها فيها كولكتورز، كولكتورز تقال مهمين. ومهمين طبعا، هم عندهم مجموعات مهمة. بس احسان انت دايما باحث، ويعني ما انا ما شفتكش انك انت اقتنيت حاجه لمجرد اقتنائها، لكن دايما ليك نظره فيها. ازاي نقدر نستفيد منها؟ ازاي نقدر نستفيد من هذه المقتنيات بشكل او باخر بص يعني، انا هقول لك على غير حاجه، حبك ليه؟ هقول لك على حاجه انا شخصيا عندي تصور للموضوع ده في اتجاهين، وفعلا فكرت فيهم بشكل جدي بس ما لقيتش اي حد يدعم الموضوع ده. الحاجه الاولانيه ان انا سافرت اسطنبول، وكان اهم حاجه عندي لما سافرت اسطنبول، الكلام ده يمكن من اكتر من 10 سنين، ان انا كان ازور متحف البراءة بتاع اورهان باموك. كنت انا قريت الرواية وكنت حابب جدا ازور المتحف. البلدية بتاعت اسطنبول لما اورهان باموك قال لهم ان هو عايز يعمل متحف يعني يؤرخ ويوثق
ينقل الحالة اللي الناس عاشتها في السبعينات في تركيا. هم ادوا له بيت قديم واشتغل معاه كوريتورز واشتغل معاه، يعني حتى عايز اقول لك ايه، لما تدخل المتحف عقاب السجاير اللي كانوا الناس بيدخلوها في السبعينات هتلاقيها معمول لها كولكشن، الجزم بتاعت الستات، الفساتين. فده كان بالنسبة لي مصدر إلهام، إنه إنك أنت يعني يبقى عندك متاحف خاصة بالذاكرة المعاصرة أو الذاكرة يعني ده إحنا كله بنتكلم في حاجات معاصرة برضو، يعني حتى لو بنتكلم 1920 فدي مصر المعاصرة. الحاجة التانية بقى إنه أنا سافرت كذا بلد والمباني القديمة دي تعتبر ثروة بالنسبة لهم عالية جدا، فبيعيدوا توظيفها فيما يسمى بالبوتيك هوتيل. البوتيك هوتيل بتبقى اوتيلات صغيرة ماشي، وغالية جدا في سعرها، يعني انت ممكن يبقى البوتيك هوتيل اغلى من اغلى الفنادق اللي هي السبع نجوم. ليه؟ لانك انت رايح مكان سبيشال، مكان خاص جدا. انا الفكرة دي بالنسبة لي مهمة لسبب، لانه في الاخر خالص احنا مهما كان عندنا يعني تراث من الاساس، فالتراث ده هينقرض في وقت من الاوقات، لانه احنا 100 مليون، لو كل واحد خد حته حته صغيره خلاص انتهى الموضوع. فبالتالي توظيفه في انه يعني في حاجات زي ان هو يتعمل بوتيك هوتيلز او كده هيبقى مفيد من الناحيتين، يعني مفيد للحفاظ عليه من اكيد ناحيه، ومفيد وتجميعه ومفيد للناس. كمان كعائد من ناحيه ثانيه. بالظبط. لا انا موافقك تماما، وانا بشكرك على الاستضافه النهارده الحقيقه. احنا كده خدنا الحاجات برضو، وفي حاجات لسه عايزين نعيش فيها اكتر، وتكمل بقى المسيره الجميله اللي انت بداتها يا حسام. ان شاء الله ربنا ان شاء يخليك. الله. تسلم، شكرا على شكرا، النجيت. شكرا جزيلا. وتقدر تلقى بره قصه حب في سوق التلات او سوق العطارين، قصه حب منسيه في جواب، في برواز، في صندوق، في كتاب، في لعبة كانت في يوم من الأيام فرح الطفل في عيد. تقدر تدور بنفسك وتكتشف إن لكل نهاية بداية جديدة. ستر وصحة مش في الماء، في حرفة، في كلمة أو صمت.